أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صحيح أن قول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة نسخت قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا؟ النفير على حسب الحاجة، إذا احتاج إلى النفير العام ينفرون، وإذا كان لا يحتاج إلى النفير العام ينفر من استنفرهم الإمام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.